التيسير كان من أبرز أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومظهر يعني من أهم مظاهر الرحمة في الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى بشر النبي العدنان الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ونيسرك لليسرى. ولو نظرنا ودققنا النظر في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، نجد إنه حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام جسد هذا الخلق قولا وعملا، يعني دعا إلى التيسير في كل شيء وكان مطبقا للتيسير، ما كانش متعنت، ما كانش متعصب صلى الله عليه وسلم. فكان النبي الكريم يحب التيسير في كل شيء ويدعو إليه، وكان بيكره التشديد في كل شيء. وكما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، بعت الاثنين اليمن عشان يعلموا الناس أمور دينهم، وكمان ياخدوا الصدقات منهم، وكل واحد منهم راح إلى منطقة في اليمن. والنبي عليه الصلاة والسلام جم يسلموا عليه، فالنبي أمرهم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى دائما، لأن ده منهجه، منهج النبوة الشريف، ينهى عن التعسير، ينهى عن التشديد، يأمر بالرفق، يأمر باللين، يأمر بمراعاة أحوال الناس لأنها متغايرة متفاوتة. فدينه الذي بعث به يسر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره. يعني الإنسان في دنياه ما يشددش على نفسه في أمور العبادة، لأنه ده كان منهج نبوي كريم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خير بين أمرين أنه يختار أيسر الأمور، وده كان تجسيد لمنهجه في التيسير. ورد في الصحيح عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إسما، فإن كان إسما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التيسير أصل من أصول رسالته، بل التيسير مقصد من مقاصد هذه الرسالة الغراء. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح للمسلمين المنهج بتاعه في التعليم وفي الرسالة، عشان يتخذها من بعده المسلمين طريقا ومنهج. والمعنى إن الله لم يبعثني معنتا، يعني إننا لم يبعثني لأوقع أحدا في أمر شديد، العنت يعني المشقة، والعنت برضو يعني الإثم، ولا متعنتا أي ولا طالبا لخطأ من أحد، يعني إنه يترصد موطن زلة الآخرين، إنه الناس تبقى قاعدة تتقفى أو إنها تمشي تتابع أخطاء بعض الناس، ده سلوك بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي بيقول: ولكن بعثني معلما، أي معلما للناس الخير، وبعثه كذلك ميسرا، أي مسهلا للأمر، مبشرا بالخير لمن آمن بالجنة والنعيم
إنه حيبقى له الجنة وله الأجر الجزيل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في هذا الحديث أن الله تعالى لم يبعثه مشددا على الغير بأنه يلزمه بشيء ممكن يصعب عليه أداؤه، إنما المعنى أنه كله في مقدور الناس، ما أمرنا به من التكاليف الربانية كلها في مقدور الناس أنها تقدر تقوم به، وفي نفس الوقت هو صاحب الشريعة اللي كلها يسر ورحمة، وفي ذات الوقت ليس هو بالمترصد لزلة أحد، ده مش من أخلاق المؤمنين، ولا هو يتبع منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما بعث ميسرا على الخلق، فهو رحمة الله تعالى للعالمين. وكما إنه صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ميسرا معلما، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه هذا الخلق، بل ألزمهم به إذا وجد في بعض المواقف ما يستدعي إنه يوجه إلى ذلك، يعني ألزمهم بما أرسل به من ضرورة التيسير والرفق، سواء الإنسان يرفق بنفسه أو حتى مع جميع الخلق. فقال فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكان صلى الله عليه وسلم يوجه ويربي على هذا الأساس، ونقدر نشوف ده قوي بوضوح عندما صلى سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه بالناس وأطال في القراءة، صلى بهم بسورة البقرة كلها في الصلاة، فشق ذلك على أحد المصلين وخرج من الصلاة ليتخفف فيه من الصلاة، وجد سيدنا معاذ طول قوي في الصلاة وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومربيا لسيدنا معاذ رضي الله عنه، قال له: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ قالها ثلاثا. اقرأ، يعني وانت بتصلي بهم، انت إمام بتصلي بالمصلين، اقرأ إذا أردت الصلاة جماعة بالناس والشمس وضحاها، اقرأ وسبح باسم ربك الأعلى ونحوها. يعني قال له إنه، وقال له كمان في رواية أخرى إنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر، يعني أنت ما تعرفش أحوال الناس، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التخفيف على الناس في أمور العبادة وخصوصا في الصلاة، عشان الناس لا تنفر ولا يملوا. فتعلمنا من الموقف ده إنه على الإمام في الصلاة تخفيف الصلاة على المصلين، رعاية ومراعاة لحال المأمومين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا، بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم،
دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي، مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن التيسير منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل شيء. التشدد ليس موافقا للمنهج النبوي الكريم في التعليم والتعلم والتوجيه والإرشاد والتربية. يكفي ما فهمه التابعي الكبير سفيان الثوري رضي الله عنه. هو فهم ده من خلال الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وصاغ سفيان الثوري هذا المعنى العظيم في عبارة فارقة فقال: إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. الفقه الفهم، فهم علوم الوحي الشريف، بيبقى إنك بتقول ده حلال وده حرام بناء على الدليل الذي اعتمدت عليه وفصلته وبينته. أما مسألة إن كل حاجة تقول ده حرام 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 فدليل على قلة بضاعة صاحبها في العلم، إنما القوة في العلم إنك تأتي أن تقول أن هذا حلال وتأتي على ما تقول بالدليل. والحقيقة إحنا بنشوف في زماننا خلط كبير جدا بين مقامين مهمين جدا إنه يتعرف الفارق بينهما. إن إحنا هناك فارق بين مقام الفقه والفتوى ومقام التقوى، لأن إحنا بنجد تضارب وظهور كثير من الفتاوى بتبقى في الحقيقة للأسف من أنصاف متعلمين مش متخصصين، وبيحصل هذا الخلط لعدم هذا أو فهم هذا المبدأ المهم. الفتوى بتقوم على قواعد التيسير في الشريعة الإسلامية اللي تعلمها العلماء من القاعدة القرآنية الكلية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكذلك مما تعلموه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية والتقريرية كذلك. فبالتالي مبنى الفتوى على التيسير عشان تقدر تستوعب كل الناس بمختلف أحوالهم وظروفهم وبيئتهم وثقافتهم ومستوياتهم المختلفة. يبقى ده مقام الفتوى. مقام تاني اسمه مقام التقوى. ده التقوى ده من باب الورع، والورع ده بيعمل به الإنسان في خاصة نفسه، يلزم به نفسه ما فيش مشكلة، لكن لا يلزم به غيره. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وقف لما سيدنا معاذ عمل كده قال له: أفتان أنت؟ النبي عليه الصلاة والسلام بنضرب مثل إنه انتقد هذا الأمر، أنت عايز تقرأ بسورة البقرة في الصلاة مع نفسك لكن ما تلزمش بيها الناس في الصلاة. وده ينصب برضو على الفتاوى التي تخرج إلى الناس. لابد إن إحنا وبراعي ذلك أهل العلم التفريق بين مقام الإفتاء اللي هو نابع من هذه أساسه هو التيسير على الناس اقتداء بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبين مقام الورع اللي صاحبه بيفتي بيه نفسه بشيء بيلزم بيه نفسه ممكن يحتاج إلى نوع من الشدة، وإن الإنسان يستطيع أو إنه يقوى على فعل ذلك، لأن زي ما قلت إنه ظروف الناس مختلفة. التيسير والرفق ورفع الحرج عن الخلق سنة نبوية في كل شيء، في الإفتاء، في كل أنواع التعامل مع البشر. التيسير على الناس خلق نبوي رفيع، مقصد عظيم من مقاصد الشرع الشريف. الغرض منه هو الإعانة على القيام بالتكاليف الشرعية. أنا لما شدد على الناس مش لن أعين الناس على القيام بأداء التكاليف الشرعية، ولن أعين الناس على أن هم يتحققوا في مقام العبودية،
وانهم كمان حصعب عليهم ان هم يكونوا يعني يقدروا يقوموا بالوان العبادات المختلفه بمنتهى اليسر والرفق دون تشديد او تعسير. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.